من فضل الله العظيم ومن سعة رحمته أن تتنوع طرق الخير، ومن ذلك أن تجعل في حياتك أصحاب تحبهم في الله، ليس بينك وبينهم إلا محبة الله، لا دنيا ولا مصالح ولا غير مرضات الله، تتواصلون بالخير، تتعاونون على فعل الخير. وهنا أبشر بهذه المكانة العظيمة في الجنة. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى ذلك الأعرابي على ركبته وقال: يا رسول الله جلهم لنا، نعرفهم من هم؟ قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اجعل لك أحباب واغنم، اغنم بارك الله فيك.